انتهت اخبارنا الاقتصاديه، نعود للمتابعه فيما تبقى من اخبار في النشره والزميل حسين سلمان. شكرا ناهد. وفي الواقع كانت اخبار اقتصاديه اخر اخبار الصحافه الاخباريه هذه، وبقي ان نذكر بابرز العناوين. الرئيس الاسد يؤكد لكباتيرو ان عربده اسرائيل لن تتوقف دون معاقبتها على جرائمها. اردوغان يؤكد ان السلام العالمي اصبح